Aujourd'hui, nous, les élèves de CP et CE1 du groupe scolaire Narda Talbavia, avons le grand plaisir de vous présenter notre projet de classe intitulé Métiers et professions. لقد ظهرت المهن والحرف مع بدايات ظهور الإنسان وكان ظهورها مرتبطاً بالحاجات إليها ثم صارت جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان اليومية. مشروعنا اليوم يعطي صورة مصغرة لهذه المهن والحرف من تقديم التلاميذ المستوى الأول والثاني ابتدائي. We'll be right back.